على السيد عبد النعيم. في المركز التاسع ايضا جاي جدا مع مكتبة الشرف أغنية صوتي. في المركز الثامن جاي جدا مع مكتبة الشرف أمالي إبراهيم. في المركز السابع بتقدير عام جاي جدا هبة عيان. في المركز السادس بتقدير جاي جدا مع مرتبة الشرف ياسمين حامد. في المركز الخامس بتقدير جاي جدا مع مرتبة الشرف آيات سامي. أسماء عمر. في المركز الثالث بترتيب جيد جدا مع مرتبة الشرف فاطمة عبد الله. امتياز مع مرتبة الشرف الأولى حنان عبد الحليم. محمود إسراء